السؤال ده فيه شقين، الشق الأول في دور القانون والشق الثاني متعلق بالقضاء. دور القانون الإجابة عليه سهلة جدا، أن القانون داخل في كل شيء، والقانون أساس كل شيء. الدين قانون، التعليم قانون، السلوك قانون، تنظيم المرور قانون، كل شيء في الحياة منظم بقانون. إذا احترم القانون ساد النظام واستقامت الأمور. علشان يسود القانون لابد من مبدأ احترام هيبة الدولة واحترام القانون. نخش بقى على دي، لأن هي دي آفة تانية. الآفة التانية دي نحن نعاني منها من فترة، اهتزت هيبة الدولة واهتز احترام القانون. ناتج ده ايه؟ كثرة القضايا، كثرة القضايا على عدد من القضاة محدود، لا يتزايد القضاة بالنسبة التي تزايدت بها مشاكل ومعضلات المجتمع. المجتمع منذ نحو 5 سنوات تزايدت معضلاته ومشاكله، بينما عدد القضاة لم يتزايد بالذات هذا القدر. هننتقل بقى للشق الثاني الحساس، الحساس والدقيق، واللي تحدث فيه البعض عن العدالة الناجزة وعن الأحكام التي لم تصدر. أنا أرجو للي بيتابعني أن أنا قد تغنيني الإشارة عن التصريح. ليه؟ لأن أنا هتكلم في منطقة حساسة. تعرفنا جميعا على أن القاضي بشر يصيب ويخطئ. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أو موقف في قضية مواريث درست أي تقادمت وتقادم العهد بها، فلجأ إليه 2 يتقاضوا متخاصمين، فقال لهم لما عجز عليه الصلاة والسلام عن الوصول إلى الحل قال لهم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني أقدر على الإقناع، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا خذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. الاثنين بكوا وتصالحوا وتساهموا وتحلت المشكلة. دي أوحيت إليها بمقال لو أنصف المتقاضي لاستراح القاضي. إنما يا ترى هل المتقاضي عندنا منصف؟ في معظم الأحوال المتقاضي غير منصف. خش على القضايا بقى الدقيقة الحساسة. ناس بتقف تقول ليه محكمة النقض نقضت؟ محكمة النقض دي محكمتنا العليا، منوط بها أن تراقب العدالة وصحة تطبيق القانون، فإذا وجدت خطأ هي باعتبارها المرحلة الأخيرة وجب عليها أن تصححه. خليني أقول لكم مثلا من الأمثلة وما تقوليش بقول أسماء. في حكم اتنقض لأن العضوين نسيوا يوقعوا على المسودة، خطأ تناوله يجب أن يكون بمقدار وطبقا للتقاليد، لأن نقد القاضي قد يدمر القاضي. إنما محكمة النقض لم يكن في وسعها إلا أن تقضي بنقض الحكم والإعادة. اللي بيقلل من العوادم الظاهرة دي إن محكمة النقض في النقض الثاني هي هتحكم في الإيه؟ في الموضوع. فحقول إنه لا جدال أن هناك من وقت لآخر أخطاء تقع. حقول نمرة 2 إن إحنا قد نتلقى نبأ القضايا من الصحافة أو من الإعلام أو من التلفزيون، وقد يكون هذا التلقي ما هوش الإيه؟ واقع الأدلة الحقيقية الموجودة في الإيه؟ في الدعوة. فنسبق القاضي إلى حكمه دون أن نكون على إلمام واضح بالإيه؟ بتوابع الإيه؟ الأدلة في القضية. القضية دي أنا بسلم إنها قضية حساسة، ونحن نتحدث في الأروقة أكثر مما نتحدث في الإعلام. ودعوني أقول لكم والله على ما أقول شهيد أنني كثيرا ما أطرق أبواب كبار في رجال القضاء وأنقل إليهم في الغرف المغلقة ما لا يجوز أن أتناوله على الإيه؟ على الجهر والعلن. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقيد الخير لقضائنا وأن يقدر قضاتنا على أن ينهضوا بمسؤولياتهم الجسيمة، ونحن نمر بمرحلة صعبة
نسأل الله لنا ولكم فيها التوفيق. شكرا. السلام عليكم. شكرا لحضراتكم جميعا، شكرا على كل المشاركة. نكرر اعتذارنا للناس اللي ما قدرتش تشارك، بشكركم شكرا جزيلا، شكرا للطلبة اللي جايين النهاردة. وعلى أمل أنه في لقاءات أكثر يكون الفرصة، أنا هقول أن ده مش أمل ده وعد، أنه في لقاءات قادمة يكون الفرصة الأولى للشباب. طبعا في الفترة اللي فاتت كان في كتير قوي جرائم التعدي على الأديان بتتصاعد وبتوصل من المفكرين والكبار والكتاب والأدباء إلى الأطفال الصغار، اللي انتهت بأربعة من أطفال مصر تم الحكم عليهم بإزراء الأديان لمقاومتهم.